لقاء تواصلي من أجل البوح والحكي والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. وحنا هاد الليلة ليلة الجمعة المعظمة المكرمة وكيكون فيها الدعاء مستجاب مع الإيمان واليقين، خصوصا بعد أخواتنا اللي عندهم واحد الأمراض روحية. حنا غنديروا واحد الرقية بالقرآن الكريم والسنة النبوية والأدعية والتحصينات. كلام الله رب العالمين فيه الشفاء وفيه الأمان وفيه النور وفيه اليقين. إن شاء الله تعالى نبقى مع واحد الفاصل ونوجدوا واحد شوية ديال الماء، إما بوديزة ديال الماء ولا سطيل ديال الماء ولا غراف ديال الماء ولا كاس ديال الماء، ونقرأوا هذه البركة ديال القرآن الكريم وديال الذكر الحكيم، وإن شاء الله تعالى نشربوا من ذاك الميها وبإذن الله يشفى ماء زمزم لما شرب له والقرآن الكريم لما ذكر له، كما قال الله تعالى لسيدنا أيوب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. الله يشفي الجميع والله يداوي الجميع بجاه النبي الشفيع. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور بسم الله ذي الشان بسم الله عظيم البرهان بسم الله شديد السلطان ما شاء الله كان نعوذ بالله من الشيطان بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله بسم الله نعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر نعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر نعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر بسم الله بسم الله بسم الله اللهم داونا بدوائك اللهم اشفنا بشفائك اللهم اغننا بفضلك عمن سواك لك الحمد يا ربنا وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله نرقي أنفسنا بسم الله هو شافينا نرقي أنفسنا من كل شيء يؤذينا من شر كل نفس أو عين حاسد أو سحر ساحر الله يشفينا رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظنا، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكرمنا. نستغفرك يا مولانا ونتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله أمسينا وبالله أصبحنا، أمسينا وأصبحنا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتجب، وبأسمائه الحسنى كلها عائدين، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل معلن ومسر، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار، ويكمن بالليل ويخرج بالنهار. نعوذ بالله من شر ما خلق وذرأ وبرأ، نعوذ بالله من شر ما خلق وذرأ وبرأ، نعوذ بالله من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، نعوذ بما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، من شر ما خلق وذرأ، ومن شر إبليس وجنوده. نعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة. نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة. نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة. تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء. تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء. واعتصمنا بربنا ورب كل شيء، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت، واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله الذي لا إله إلا هو، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الرب من العباد، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الله وحسبنا، حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. بحرمة وبركة وسر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، 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 إياك نعبد وإياك نستعين،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، وترزق من تشاء بغير حساب، وترزق من تشاء بغير حساب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك 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 فقنا عذاب النار، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، 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 ما شاء الله لا قوة إلا بالله. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم،
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا ذا السلطان العظيم يا ذا المن القديم يا ذا الوجه الكريم يا ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عافنا وعاف المسلمين أجمعين شافنا وشاف المسلمين أجمعين أكرمنا وأكرم المسلمين أجمعين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم أنت القوي وليس أحد أقوى منك وأنت الرحيم وليس أحد أرحم منك رحمت يعقوب فرددت عليه بصره ورحمت يوسف فنجيته من الجب ورحمت أيوب فكشفت عنه البلاء اللهم اكشف عنا البلاء اللهم اكشف عنا البلاء اللهم اكشف عنا البلاء اللهم لا تجعل للشياطين في أجسادنا قرارا اللهم أخرجهم من العيون والرؤوس والصدور والبطون والظهور أخرجهم من الأيادي والأرجل ومن العظام والأعصاب والعروق اللهم أخرجهم من العروق اللهم أخرجهم من العروق قال اخرج منها مدؤوما مدحورا قال اخرج منها مدؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ربنا إننا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا إنا مسنا الشيطان بنصب وعذاب ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا رب العالمين يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اللهم اهزمهم وأبعدهم عنا سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر اللهم يا ذا الجلال والإكرام نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد نعوذ بك من شر كل حاسد وحاسدة ومن شر كل ساحر وساحرة ومن شر كل شيطان وشيطانة اللهم اكفنا من ظلمنا بما شئت وكيف ما شئت ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا حنان يا منان يا عظيم الشان اشفنا وعافنا وداونا اللهم إنك قلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون يا من قلت وقولك الحق أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله قليلا ما تذكرون اللهم اشفنا وعافنا رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها. اللهم صل على محمد بن عبد الله القائم بحق الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.